الرسالة إلى تيتوس الفصل الأول. من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح في سبيل إيمان من اختارهم الله ومعرفتهم للحق الموافق للتقوى في رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنزه عن الكذب من قبل أزمنة الأزل، ثم بين كلمته في أوانها المعين بالبشارة التي وضعت أمانة بين يدي بموجب أمر مخلصنا الله، إلى تيتوس ولدي الحقيقي بالنسبة إلى الإيمان المشترك بيننا. لتكن لك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في جزيرة كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الباقية وتقيم شيوخا في كل مدينة مثلما أمرتك، على أن يكون الواحد منهم بريئا من كل تهمة، زوجا لامرأة واحدة، أبا لأولاد مؤمنين لا يتهمون بالخلاعة والتمرد، وذلك لأن الناظر يجب أن يكون بريئا من كل تهمة باعتباره وكيلا لله، لا معجبا بنفسه ولا حاد الطبع ولا مدمن الخمر ولا عنيفا ولا ساعيا إلى المكسب الخسيس، بل مضيافا محبا للصلاح، رزينا بارا تقيا مالكا لطبعه، ملتصقا بالكلمة الصادقة الموافقة للتعليم، ليكون قادرا على تشجيع المؤمنين بالتعليم الصحيح وعلى إفحام المعارضين. فإن هنالك كثيرين من معلمي الباطل المتمردين وخادعي عقول الناس، وبخاصة الذين من أهل الختان. هؤلاء يجب أن تسد أفواههم، فهم يخربون بيوتا بجملتها، إذ يعلمون تعاليم يجب ألا تعلم في سبيل مكسب خسيس. وقد قال واحد منهم وهو عندهم نبي خاص بهم: أهل كريت دائما كذابون، وحوش شرسة، نهيمون كسالة. وهذه شهادة صدق، لذلك كن متشددا في توبيخهم ليكونوا أصحاء في الإيمان، لا يديرون عقولهم إلى خرافات يهودية ووصايا أناس تحولوا عن الحق بعيدا. عند الطاهرين كل شيء طاهر، أما عند النجسين وغير المؤمنين فما من شيء طاهر، بل إن عقولهم وضمائرهم أيضا قد صارت نجسة. يشهدون معترفين بأنهم يعرفون الله، ولكنهم بأعمالهم ينكرونه، لأنهم مكروهون وغير طائعين، وقد تبين أنهم غير أهل لكل عمل صالح. الرسالة إلى تيتوس الفصل الثاني. أما أنت فعلم بما يوافق التعليم الصحيح، أن يكون الشيوخ ذوي رزانة ووقار، متعقلين صحيح الإيمان والمحبة والصحيح.
صالحة. هذه الأمور حسنة ونافعة للناس، أما المسائل السخيفة وسلاسل النسب والمخاصمات والمنازعات حول الشريعة فتجنبها، لأنها غير نافعة وباطلة. وصاحب الهرطقة اقطع العلاقة به بعد إنذاره أولا وثانيا، عالما أن مثل هذا هو منحرف يمضي في الخطيئة وقد حكم على نفسه بنفسه. حالما أرسل إليك أرتماس أو تخيكوس، اجتهد أن تأتيني إلى مدينة نيكوبوليس، لأني قررت أن أقضي فصل الشتاء هناك. اجتهد في إطلاق زيناس المحامي وأبولوس بعد تزويدهما للسفر حتى لا يحتاج إلى شيء، وليتعلم ذوونا أيضا أن يمارسوا أعمالا حسنة لسد الحاجات الضرورية لكي لا يكونوا عديم الثمر. جميع الذين معي يسلمون عليك، سلم على محبينا في الإيمان، لتكن النعمة معكم جميعاً.